العنف حالة موجودة بكل مجتمع وبتختلف صورتها بين العنف الجسدي والعنف اللفظي، ولكن هناك صورة تانية للعنف اللي هي العنف الصامت. صحيح شام. طبعا ما هو هذا العنف وكيف يكون أشكاله ضمن المجتمع وبين الأفراد؟ رح نتعرف عليه أكيد مع الأخصائية الاجتماعية اللي صارت معنا داخل الاستوديو، هبة عرنوس. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم. أوقاتك يا رب. نحن بنعرف العنف اللفظي والعنف الجسدي وفي أنواع عديدة، ولكن العنف الصامت يعني المصطلح غريب نوعا ما. تماماً تماماً، يعني عنف وصامت كيف زبطت؟ كدمات بدون جروح، ألم ما نو ظاهر، ألم مبطن، ألم بالداخل، بتروح بتشتكي ولا بتقول عم يعنفني، عطينا ورجينا، ما في شيء دليل. هذا شيء جوات القلب، هذا شيء بداخل النفس من جوا، حتى ما في أي أدلة تثبت إلا ما يظهر منها لاحقا، يعني آثاره لهذا العنف. العنف الصامت هو كل ما يتعرض له الإنسان من خذلان، من إحراج، من مرحلة عزلة، ابتزاز مادي، ابتزاز عاطفي، محاولة تقليل بتقدير الذات لإله، بحاولة تحجيمه إذا يظهر بمكان ما بقلل من قيمته. هذا الشخص هو شخص معنف وشخص يتعرض إلى شيء اسمه العنف الصامت. هو الألم اللي بمر فيه هذا الشخص بدون ما يكون في أي آثار لإله خارجية. في نوع تاني منه؟ أكيد في نوع تاني. شو هو النوع التاني؟ النوع التاني اللي هو الأشخاص اللي هن بعنفه، شو بيكون في عندهم؟ هن أكيد متلقيين لهذا العنف، ولكن شو العنف اللي عم اللي بداخلهم؟ العنف اللي بداخلهم هو عدة أنواع: الحسد، الغيرة، الحقد. هي كل عنف بياكل الشخص نفسه من جوا، بيأذوا نفسهم، بيأذوا نفسهم، ولكن لما بيقوموا بيمارسوا بالاشكال اللي حكيتها هلا، اللي هي خذلان واحراج والى اخره. نحن اليوم حضرتك عددتي انواع واشكال العنف، نحن فينا ندرجها تحت عنف لفظي مثلا؟ لانه مثلا مثل ما عم نحكي بنقول انه الخذلان كيف ممكن يكون اذا ما كان في حدا مثلا بطريقه لفظيه مثلا او حتى جسديه ممكن عنف في الحاله، او تقليل من قيمه الاشخاص او اعمالهم، يعني بتكون احيانا ايضا بتعنيف لفظي. اليوم مثلا كيف الواحد ممكن يواجه هاي الحالات؟ هاي الاشكال كيف ممكن تظهر كعنف؟ ببساطه لما بيوقف الاستاذ بالنص وفي عنده اطفال على الجوانب، وبس هو عم يتطلع لقدام وعم يحكي مع الاطفال اللي قدام، فهو تجاهل هدول الاطفال الموجودين. وهي على فكره بنشوفها حتى بقاعات التدريب، وبتقدر تكشف المدرب المحترف من اللي ما انه محترف، اللي ما عنده تواصل بصري مع الجميع، فيشعر اللي على الاطراف انهم مهمشين وليس لهم قيمه لحتى يتواصل معي بصريا. تمام. فهي وصلتهم بدون لفظ وبدون طريقه مباشره ابدا. لما بتكون عم تحكي مع شخص وبيحمل حاله وبيمشي، هو ما قال لك شيء، بس هو فعليا هو تجاهل، بس هو سبب ألم لهذا الشخص الآخر اللي هو موجود. حتى ببساطة الخذلان، شخص قصدته وما إجا ولباك، هو ما أذاك لا لفظيا ولا جسديا، بالعكس هو قالك حأجي وما إجا وما كان كفو معك، ببساطة هذا خذلان. هو سبب لك ألم، وبالتالي أنت في من جواتك صار في مشاعر ألم، ولكن تيجي بتقول بدي اقول لك اني انا متضايقه، بس ما عرفاني شو اشرح لك، ما عرفاني شو اعبر لك، انا فعليا عن جد مزعوجه من هذا الشيء اللي صاير. بتجي بتحكي انه قلت لفلان يكون معي ام ما كان معي، بتقول لك هلا مشان هيك زعلانه، هلا مشان هالقصه زعلانه، لسه وقعتك بعنف صامت افظع من اللي عمله قبله. ليه؟ لانه هي قللت من اهميه الالم اللي عندك. كدمات بلا جروح، هذا المصطلح اللي ذكرتيه عن جد حبيته. كيف ممكن أنا أحس أني أنا عم بتعرض للتعنيف الصامت؟ هل إحساسي بكفي؟ يعني في حال أنا حسيت أني أنا انزعجت من هذا الشخص خلاني أشعر بإحساس بشع، الإحساس كافي بهالمرحلة؟ في حال كنا عم نقول أنه العنف الصامت هو بدون ما له لفظي، بدون حكي، هو ما له أشياء تظهر ولا آثار. النسبة 80% بأمريكا شكاوي النساء على عنف الصامت المعرضين له، ولكن ليس له آثار، يعني ما في شكوى ضده للزوج غير أنه أنت عم تآلمني نفسياً من التصرف اللي أنت عم تساوي. فسؤالك كتير حلو، لأنه هو فعلياً بصراحة نحن ما عنا آثار ماسكينة بإيدنا، ولكن هل يكفي أني أنا أوعى بأني أنا عندي هذا العنف عم بتعرض له، أو أنا عم يساء لإلي بالتعامل؟ هلأ أني أنا أشعر بهذا الألم حلو كتير، أني أنا أوعى بشعوري فهذا حلو أكثر. تعالي نتخيل نحن بصالة سينما، صالة السينما أنت عم تشاهد فيلم، تمام؟ فيك تتخيل لي حالك من صالة المراقبة
وانت شايف حالك كيف قاعد عم تتفرج على فيلم، قدران تفصل لي حالك بهذا الموضوع، قدران تقعد انت بقاعه المراقبه تبع تصوير وانت عم تشوف حالك انت موجود على المدرج عم تتفرجوا على مشهد، قديش قادر تفصل نفسك عن الموقف اللي صاير؟ هي قدرتك ووعيك هي اللي بيساعدك عليها المعالج النفسي لتقدر تفصل نفسك عن الموقف اللي صاير وعن الشيء اللي موجود. بكل بساطة بتقدر أنت تخفف من وطأة هاي المشاعر السلبية عندك. هذا الشيء اللي أنا بيهمني كتير إنه نحن نوعي فيه الأشخاص قدي نحن بحاجة ليكون في ضوء كتير قوي على العلاج النفسي وعلى المرشد النفسي، كيف هن بيتكاتفوا مع بعضهم ليقدروا يساعدوا هذا الشخص المعنف يقدر يخلص من هاي الحالة. طيب. كأنه صعبناها شوي، يعني صار في لفظ، يعني صار في تعنيف جسدي ولفظي وأيضا يعني صامت. خلصوا مننا؟ لا واحد يعني صار الشخص مو عارفان كيف بده يتصرف، ممكن يكون عم يعنف حدا بس غير قاصد يعني هذا التعنيف، لأنه كل ما أنه عم يتوسع التعنيف عم تصير يعني أشكال مختلفة ومتنوعة. تماما، هي على فكرة مو الفكرة إنه هو أشكاله عم تتنوع ونحن عم نتبحر بالعلم، إنما هي فعليا في آلام عم تظهر. يعني سك الأسنان الليلي عند الأطفال، بحثنا في مشكلة بأسنانه، هل أسنانه عم توجعه، هل في أسنان جديدة عم تطلع عنده، هل آخر شيء اكتشفنا إنه هذا الطفل عم يمارس عليه العنف الصامت. هذا الطفل لما بيرفع إيده المس بتطلع الكل بس ما بتطلعه، ليش؟ هي عم تعاقبه، المس خلت كل رفقاته قدام عينه وساووا نشاط الا انت محروم تحضر هذا النشاط، طب سك الاسنان، التبول اللا ارادي، فورا بنروح عند الطبيب، بنروح بنعالج الموضوع العضوي، وللاسف بيطلع بالاخير في عنا مشاكل ومظاهرها هي خفيه، يعني بتلاقي الولد فايت على البيت عم يتصرف باهمال، لحش بوطه، زدت شنطايته، مانه سائل عن وظائفه، مو سائل على الدراسه، ببلش يتنمر، ببلش ينكشر في اخوه بالبيت، اخته. هدول الاشياء قديش هي الحاله على الطفل ممكن تاثر عليه بالمراحل المتقدمه من عمره انه هو يصير كمان معنف. كل شخص صامت كان معنف هو حيصبح شخص معنف قولا واحدا اذا ما وعي امتى يوقف هي الدائره. هي الدائره تبدا عنده وبتنتهي عند الاخرين. فالزوج اللي بيعنف زوجته هو يشعر اني انا ببساطه انا شو استفدت لما اجيت ورجيتها انه تعالي جيبي لي بوطي. على فرض على فكره بنلاقي بعض الازواج قدام اهلهم روحي جيبي لي حذائي، هو شو بيستفاد؟ بدي اعرف هل انت عم تستاخد قيمتك لمجرد انك انت اهنت زوجتك؟ في ابتسامه خفيه عندك، في وراها اسئله، انا بصراحه حاسه عم جاوبك وحاسه بنفس الوقت عم يطلع سؤال بعده. فهذا العنف بصراحة هي مو الأمثلة كلها عن الأزواج، ولكن بصراحة نسبة 80% من المعنفين هن النساء، معنفين عنف صامت، فما تزعلوا، يعني هي مو من عندي، هي إحصائية. لا أبحاث. ما في مشكلة. فالفكرة بالموضوع بناحية العنف بحد ذاته، نحن كثير بحاجة يكون في عنا وعي، ويكون في عنا حد لهذا الوعي، يعني مو أنا إيه أوكي حاسس إني أنا عم أبتز عاطفياً وضلني قاعد مكاني، لا، طب قوم اعمل حصانة لنفسك، قوم طيب. اعمل مناعة. اليوم باختصار طبعا لانه مشان ما يدهن الوقت، اليوم كيف بدي انا اعالج هي الحاله عند الشخص؟ شو هي الخطوات المتبعه لحتى الواحد مثلا ما يتاثر بهذا التعنيف او حتى يتفاداه بنفس الوقت؟ بتعرف من اكثر الاشخاص المتاثرين هن الاشخاص اللي ما تم توعيتهم، تمام. كيف نحن هلا عندنا نحن بشهر التوعيه ضد سرطان الثدي، يصير في توعيه انه انتم يا اطفال يا جماعه يا نساء حتتعرضي لواحد اثنين ثلاثه، حاجه تعملوا لنا اياها يعني. يمكن الاشخاص الاكثر حساسيه بيتاثروا بهذا الموضوع. صح بالضبط. الاكثر حساسيه ولكن اقل وعيا، لانه يعني الرجال ما ضمن الدائره هي ولا ضمن الدائره، لانه هن تم التعنيف هون اثناء ما كانوا صغار، تمام من خلال ابائهم، وبالتالي يقوموا بممارسه تعنيفهم على الاقل يعني ضعفا واحتواء. نحن ما بنشمل دائما، ممكن يكون يعني طرفين يتعرضوا لهي الحالات اكيد. هلا ممكن الطرفين، ولكن في نسبه تفوق، ودائما هن السباقين والمتفوقين الرجال بنقطه بهي الناحيه بالذات. موضوع العنف ما بشحف حقهم انا ولا بقدر مثل ما قلتي عمم، ولكن بصراحه الاكثر تاثيرا هو الرجل، والاثر الواقع الاغلب هو على النساء. الحلول الوعي، النضج، حملات توعيه،
بنواحي العنف اللي ممكن. كيف هلا في حملات تنمر؟ تمام. في حملات توعيه للتنمر، اعملوا حملات توعيه للعنف مثل هي الحلقه، هي بحد ذاتها تنشر وخلينا يكون في شخص يشعر انا هذا اللي عم يمارس معي شو وشو المضاد تبعه. تقدير الذات انا مباشره ببعث رسائل ايجابيه لإلي، هذا عم يحكي عن حاله يصطفل، هو ما عم يمثل الا قيمته، ما لمستني، ما لمستني بالضبط. ببساطه صحيح يعني للاسف داهمنا الوقت. شكرا كثير لك استاذه هبه، كثير لك، اهلا وسهلا فيك. طبعا الاخصائيه الاجتماعيه هبه عرنوس شرفتينا، وشكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا كثير لكم.